أما هلأ سلمى، ضمن مصاحبتنا الطبية الصباحية لليوم رح نتوقف عند علامات استفهام كثيرة تتعلق برحلة العلاج الأورام، الحد منها والحد من تطورها، كثير من المخاوف للآثار الجانبية للعلاج الكيماوي إن كان والإشعاعي وغيرها. رح نحكي عنها أكثر مع الدكتور نضال خضر، رئيس قسم الأورام في مشفى ابن النفيس. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لألتون، صباح الخير للفضائي للإخبارية السورية، منبر إعلامي يقدم كل المعلومات للمرضى وللناس والجمهور. أحب أوجه تحية صباح الخير لكل مدينة، لكل شارع في هذا الوطن، تحية للوطن ولقائد الوطن، حمل الجيش العربي السوري، الله يحمي الجيش العربي السوري ويرحم شهدائنا ويشفي جرحانا. بحب أوجه تحية كمان لمرضى سرطان، نحن معهم حتى الشفاء إن شاء الله. أكيد، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يا دكتور نضال، والله يقويكم كمان أنتوا الأطباء، خط دفاعي أول عنا وعم تحمونا كمان، تحموا حياتنا خصوصا بظل هي الجائحة الخطيرة اللي عم بمر فيها العالم أجمع، كورونا. رح نبلش حديثنا واليوم عم نحكي عن الأورام. يمكن لا تزال الأورام وعلاجاتها بتشكل حالة من الزعر عند كثير من الناس. حتى الآن أي حدا بينصاب بورم بيتم تصنيف هذا المرض بهداك المرض، بهي الجملة الشائعة، بينخاف منها، مع أنه علما مو كل الأورام ممكن يكون بنفس الخطورة. في أورام حميدة وفي أورام خبيثة. خلينا نحكي بشكل عام عن الأورام وأنواعها. هلا بعد دي بدا، اول شيء لازم نحكي نقطه مهمه جدا. اول شيء في تطور على مستوى العالم في فهمنا للسرطان، الاليات المسببه صافي، ان احنا عندنا اكتشاف لطرق جديده بالعلاج من وراء هي فهمنا الجديد لشو عم بيصير على مستوى الخليه. صحيح. الشيء الثاني اللي مهم جدا هو الكشف المبكر. هلا في توجهات على مستوى العالم للكشف المبكر عن السرطان، لانه دائما درهم وقاية خير من قنطار علاج. هذا الشيء اللي مسناه بسرطان الثدي، بسرطان البروستات، بسرطان الكولون، بسرطان عنق الرحم، والقائمه عم تزداد يوم بعد يوم. اذا دائما لما بنكشف المرض بالسرطان بمرحله مبكره بيكون دائما امكانيه علاجه وامكانيه شفائه افضل. هلا بدنا نميز دائما بين الورم السليم والورم الخبيث. الورم السليم هو ورم عبارة عن كتلة تستأصل بالجراحة وما إلى أي عقابين. لما بنحكي عن سرطان نحن عم نحكي عن ورم خبيث، إذا تكاثر غير مسيطر عليه للخلايا بيكبر الورم، بيعمل اختلاطات على مستوى العضو المصاب، وبعدين عنده قابلية للغزو، الانتقال لأعضاء بعيدة سواء بالطريق الليمفاوي أو بالطريق الدموي، وكل مكان امتد أكثر كل مكان إمكانية علاجه أصعب. هلا كمان في نقطة بحب وجهها للي عم يسمعنا. هلا دائما بيقولوا لنا درجة الورم، ونحن في عندنا بدي أوضح ثلاث مفاهيم، صحيح هي مفاهيم علمية شوية صعبة، لكن بدي أحاول أبسطها بحيث يكون أي مريض أو أي إنسان يفهمها. لما بنحكي عن درجة الورم هو مقدار خبث الخلية، هذا مصطلح نحن من خلال المجهر بيبين معنا، بتكون مكتوب تقرير التشريح المرضي. هذا كثير المرضى بيقولوا لنا نحن درجة ثالثة ودرجة ثانية، هذا لا يعني امتداد الورم. اذا درجه الورم هي درجه خبث الورم، يصنف الى ثلاث درجات. الاهم هو مرحله الورم، يعني امتداد الورم ضمن العضو المصاب، ضمن المحيط بالعضو المصاب، او امتداده لاعضاء بعيده. هون يصنف لاربع مراحل. المراحل الاولى والثانيه والثالثه غالبا نحن ممكن نستأصل الورم وبكون في قابليه للشفاء. المرحله الرابعه لما الورم طلع برا العضو المعني، صار في نقاء لأماكن بعيدة، هون بصير إمكانية الشفاء صعبة شوي. هلأ في النقطة الثالثة هي صفات الورم، وهذا اللي عم الشيء الجديد، أنه دائما الخلية الورمية إلى صفات، في إلى مستقبلات على سطح الخلية الورمية، طبعا هي شوي معقدة ما فينا نشرحها. بناء على هي الصفات نحن ممكن نختار العلاج، نوجه العلاج. اثنين، بنحدد نحن خطورة المرض. إذا صار في عندنا أي ورم بنميزه عن ورم ثاني، أول شيء بالعضو، العضو اللي هو مصاب فيه، درجة الورم، مرحلة الورم، وصفات الورم. وهذا الشيء نحن دائما نحن بنشرحه للمرضى، بنخليهم يتثقفوا حول هالموضوع بحيث إنه يكونوا مدركين أكثر للورم، وبحيث يفهموا سير العلاج، وبيكون عندهم تصور مسبق لإمكانية الشفاء ولإمكانية العلاج. هذا اللي بدي أسألك عنه دكتور. خلينا نحكي عن علاج الأورام. يعني دائما مثل ما قلنا لما نقول ورم خبيث بيقول لك
ما في يعني خلص رح روح على الكيماوي وما رح يكون في علاج 100% وما رح يكون في شفاء. خلينا نحكي عن علاج الأورام بأنواعه، يعني في مراحل للورام وفي علاجات، يعني مو بالضرورة يكون كيماوي من البداية. العلاجات الحالية موجودة بالإضافة للعلاجات التقليدية اللي بيعرفك للناس الجراحة، علاج الكيماوي والعلاج الشعاعي. هلا بعد سنة 2000 صار في عندنا شيء اسمه العلاجات الهدفية. هي العلاجات الهدفية تتوجه لمستقبلات خاصة على سطح الخلية الورمية، وبالتالي بتقتل فقط الخلية الورمية، بتكون موجهة لهي الخلية وبالتالي ما بتقتل الخلايا السليمة مثل العلاج الكيماوي. العلاج الكيماوي مشكلته انه بيقتل الخلايا الورمية وجزء من الخلايا السليمة، وبالتالي لهيك بصير في آثار جانبية. بالعلاجات الهدفية لا، بيكون العلاج موجه نحو هي الخلايا السرطانية فقط، وبالتالي بتكون فائدة العلاج أكثر والآثار الجانبية للعلاج أقل. الشيء الأحدث بالخمس سنوات الأخيرة شيء اسمه العلاج المناعي، كمان هلأ كثير دارجة هلأ على الفيسبوك وعلى أنه بيحكوا عنه كثير. كمان كفكرة بسيطة، الورم لما بيكون موجود ومستفحل بالجسم يثبط الجهاز المناعي، بيكون الجهاز المناعي عندنا معطل، فهي الأدوية الجديدة هي اللي بالخمس سنوات الأخيرة تحفز هذا الجهاز المناعي، بتنشطه بحيث يقوم بدوره من جديد في مواجهة السرطان، وهذا شيء جديد. هلا طبعا هي العلاجات المختلفة لا تقدم بشكل مفرد، عادة بنعمل نحن تشارك بين الكيماوي والمناعي أو الكيماوي والهدفي أو إضافة الشعاعي، طبعا حسب مرحلة الورم وحسب نوع الورم وحسب المريض طبعا. وهذا اللي كان أنا بدي أسألك عنه، يعني نحن دائما الشائع والمعروف عند الناس الشعاعي والكيماوي، هلأ نحن عم نحكي عن شعاعي كيميائي ومناعي وهرموني أيضا، والهرموني خلينا صحيح. نحكي عن كيفية المشاركة والمراحل طبعا للمراحل، يعني هل مثلا اللي بالمرحلة الأولى بيقدر ندخل له بالشعاعي والكيميائي والهرموني والمناعي، ولا كيف بتتقسم لحتى الناس كمان تعرف، وإذا هي عم تتعالج هل تقدر تاخذ خبره من الاطباء بانه هي تدخل نوع من انواع المشاركه؟ صحيح. هلا نحن لما بيكون المرض او الورم او السرطان في مراحل مبكره دائما نحن بنحاول نستقصه، اذا الجراحه بتبقى حجر الاساس في علاج اي ورم، دائما الورم اذا قابل للاستئصال بيكون افضل. طبعا اذا استثنينا او امراض الدم، امراض الدم لانه هي غير جراحيه بالاصل، لما نحكي على الاورام الصلبه مثل سرطان الثدي، سرطان الكولون الى اخره. بعد الجراحه نحن عاده بنقدم شيء اسمه علاج داعم، الهدف منه هو الوقايه من النكس. هون بنحكي عن علاج هذا الكيماوي او شعاعي او حتى هرموني. هذا العلاج بيكون لفتره محدده معينه، بتختلف من ورم للثاني ومن مريض لاخر. اذا في عندنا علاج كيماوي او شعاعي او هرموني لفتره محدده، بتخلص الفتره خلص علاجه ويخضع المريض للمراقبه وبنحكي بشفاء. بالمرحله الاخيره، المرحله الرابعه، لما بيكون المرض منتشر، هون بقى بيصير هدف العلاج هو تحسين نوعيه الحياه، يعني تخفيف الاعراض، الوقايه من حدوث الاعراض المرض، يعني تطور المرض، الحد من تطور المرض ومحاولة السيطرة عليه أطول فترة ممكنة. هون ممكن كمان نقدم هي العلاجات كلها ما عدا الجراحة طبعا، وبتكون العلاج لفترة غير محددة، يعني بضل نحن بنضل نعالج لحتى نوصل لمرحلة يعني مقبولة. ممكن هون نعطي استراحات لكن بعدين نرجع نستأنف العلاج. لكن هودهن المرضى اللي بيشكلوا، يعني بنحاول نقلل نسبتهم لأقل درجة. طيب نحن عم نشتغل دائما على المراحل اللي ممكن يشفوا اللي هن مراحل مبكرة. طيب هون بنسمع جملة وهي شائعة وبنشوفها يمكن أكثر شيء بالدراما، أنه أنا قديش معي لحتى يعني بعيش؟ معك 6 شهور، ان تعالجت او ما تعالجت، معك كذا. درجة هاي المعلومات اللي هي ممكن تكون خطيرة، لانه اليوم ما في شيء اسمه انا قديش معي، بقيان لي 3 شهور وبموت، بقيان لي 4 شهور وبموت، وهذا التحديد فاللي ارتبط بذهن الناس انه خلص يعني هذا المريض عالجته ولا ما عالجته رح يموت، معه فترة من الزمن بده يعيش فيها. نحن علاجنا مو بس علاج دوائي، هو علاج مجموعي. صحيح. مقصود فيه نحن نهتم بالحالة النفسية للمريض، نهتم حتى بالحالة التغذوية، وأحيانا بيكون علاجه مو بس للمريض نفسه، للمحيط فيه، للأسرة يعني.
نحن بنزرع دائما الامل في نفوس المرضى. طبعا ما بنزرع امل كاذب، بنزرع امل حقيقي ناجم عن انه المريض بده يتعالج وبالتالي بده يحقق فائده. فنحن بنحكي عن نسبه استجابه، ما بنحكي نحن عن نسبه انه مش قد بده يعيش، لا، بنقول انه نحن عندنا استجابه، رح تصير هي الاستجابه ورح نحافظ عليها اطول فتره ممكنه. هيك نحن بنتعاون مع المريض بحيث انه يتقبل العلاج افضل، لانه اذا المريض ما عنده تفاؤل بامكانيه الشفاء الحاله النفسيه بتاثر على سير العلاج، ما عاد نقدر نعطيه اياها بالشكل الصحيح، بصير في تاخير بالجرعات، بصير في عدم تحمل للجرعات الى اخره. لذلك من المهم جدا نحن انه نحكي عن نسبه استجابه وليس عن مش قد بده يعيش المريض، لانه هي ما بنقدر نحن كاطباء نحددها. طبعا عم نشوف نحن حالات من الاستجابه الطويله بامراض نحن حكما بنقول انه هي غير قابله للشفاء. طيب دكتور، خلينا نحكي عن مخاوف الاثار الجانبيه للعلاج، لانه مثل ما حكينا بالبدايه الكيماوي له اثار جانبيه، مش فقط بيقتل الخليه المسرطنه، بيقتل كمان الخلايا السليمه. خلينا نحكي عن الاثار الجانبيه للعلاج، لانه كمان في مفاهيم مغلوطه وفي معلومات مغلوطه، والناس ممكن تتوجه للانترنت لمواقع التواصل الاجتماعي واحيانا بتعطي معلومات اساسا خاطئه. صحيح. هلا بالتوازي مع التقدم اللي صار بالعلاجات المقدمه لمرضى السرطان، نحن في عندنا تقدم بالادويه لعلاج الاعراض. بما معنى مثلا نحن شو ممكن نتوقع بشكل اساسي؟ انه المرضى بيخافوا من تساقط الشعر، بيخافوا انه يصير معهم غثيان وغياب يستفرغوا كثير، بيخافوا يصير اسهالات. هلا نحن بشكل عام لما بنعطي علاج كيماوي بالاخص العلاجات الكيماويه الشديده، نعطي نصائح للمريض انه شو لازم يعمل، شو لازم يتجنب، بحيث بقدر الامكان نخفف هي الاعراض. وبنعطيه ادويه انه ياخذها بعد الجرعه بحيث انه ما يصير معه اوقياعات. بننبه المريض انه اذا صار معه حراره يراجعنا فورا، اذا صار معه اسهال متكرر، اذا صار معه اوقياعات متكرره، اذا صار معه اعراض مثلا الم بالبلعوم، حرقه بالبول الى اخره، هي المفروض يراجع الطبيب. هلا بتوعيه المريض، المريض يعرف انه شو ممكن يصير معه، شو لازم يعمل انه يراجع طبيبه، او حتى احيانا نعطي بعض النصائح شو لازم يعمل ليس ما يراجع الطبيب. هون نحن بنكون سيطر قدر الامكان عم نسيطر على هي الاثار. هلا الاقياءات في كثير من الاقياءات بتصير عند المرضى، خاصه عند الصبايا بالاخص اذا كان عندهم قصه حمول سابقه او اقياءات اثناء الحمل، بصير عندهم نوع من الاقياءات نفسيه المنشا. يعني بمجرد يتذكر انه بده يروح، المريضه تتذكر انه بدها تروح على الجرعه، بدها تشوف الكادر الطبي، المرضى زميلاتها اللي عم يتعالجوا معها الى اخره، بصير عندها نوع من الاستفراغ. لذلك نحن بنعطي ادويه استباقيه بحيث انه تخفف هالتوتر، وبالتالي بصير انها بقايه من هي الاعراض. بشكل عام انا بقول بين العلاجات الحديثه اللي هي اثارها جانبيه الى حد ما اقل، العلاجات الكيماويه عم احكي، بالاضافه للعلاجات الهدفيه والعلاجات المناعيه عم نوصل نحن لاثار جانبيه كثير قليله، ما عاد في مبرر للمريض انه يخاف من هي العلاجات. كثير مرضى عم ياخذوا العلاجات وما عم يشعروا باي شيء. صحيح. وحتى اذا شعروا بشيء عم يتم تداركه. اكيد. وبالختام بدنا نشكر وجودك معنا دكتور، كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وتحيه لكم دائما وللكادر الطبي بكل مشافينا اللي هن دائما عم يسعوا يقدموا كل شيء ضمن الامكانيات المتاحه. شكرا لكم. نحن ككادر طبي وتمريضي وحتى اداري عم نحاول نكون كلنا بخدمه المرضى، لانه مريض السرطان فعلا بده عنايه خاصه. أكيد. هو وعائلته عم نحاول نقدم لهم قدر الامكان خبرتنا وما توصل اليه العلم بهدف انه نوصله على بر الامان. وشكرا لكم على الاستضافه الجميله وصباح الخير مره ثانيه. يعطيك العافيه دكتور، نتشكرك اكيد، نتمنى الصحه والسلامه لكل الناس. دكتور نضال خضر رئيس قسم الاورام بمشفى ابن النفيس، واكيد تحيه لكل طبيب سوري. يعني 10 سنوات من الحرب اثقلت جميع القطاعات حتى الصحيه، لكن انتم جنود مجهولين وعم تقوموا بمجهود جبار، وضمن جائحه كورونا يعني كمان صار عندنا مجهود اضافي، فيعطيكم الف عافيه. شكرا لكم، يعطيك العافيه. شكرا لك.